خلينا نروح لكابتن أسامة حسني، طبعا كان في المباراة في ملعب استاد السلام، يطمننا برضو على الأجواء الجماهيرية ورؤيته لهذه المباراة. كابتن أسامة زي حضرتك ومبروك. يا كابتن اسلام، وبرص على ضيوفك الكابتن شفع منعم وكابتن اسامه عرابي وكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا، مبروك يا كابتن. يعني جمهور النادي الاهلي الحمد لله، يعني كان متبقي على صعود خطوتين النهارده، كانت الخطوه الاولى امام فريق محترم، فريق كبير، فريق النادي الساحلي، يمتلك لعيبه خبرات كبيره. زي ما احنا كنا بنتكلم امبارح وانا كنت موجود معاك في ملعب الاهلي في قناه النادي الاهلي امبارح، كنا بنتكلم عن دور جمهور النادي الاهلي، والحمد لله النهارده فعلا ظهر يعني دور ومعدن جمهور النادي الاهلي. انا كنت متواجد في المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، وكل جمهور النادي الاهلي موجود في ملعب المباراه كان بيشيد باللعيبه وبيساند وبيدعم، وده كان شيء مهم. كان عاليه جدا النهارده من جمهور النادي الاهلي، فعشان كده الحمد لله يعني ربنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني النادي الاهلي فاز النهارده وقدر الجمهور يخرج يعني سعيد. لكن يتبقى الخطوه المهمه والخطوه الاهم هي في السودان، ان شاء الله تكون يعني مباراه ايضا يعني فاينل بتاعت النادي الاهلي، ان شاء الله يجروها ويستعدوا ليها استعداد كويس، خاصه ان احنا ان شاء الله عندنا لسه 5 ايام ممكن يعني يجهز ويعد اللعيبه استعداد كويس، تكون المباراه ان شاء الله مهمه جدا في الموسم. الاجواء الجماهيريه بقى سما، يعني احنا بقى لنا فتره ما شفناش هذه الامور، ولكن النهارده الحقيقه اجواء رائعه طوال المباراه زي ما انت بتقول، ولكن انت كنت متواجد بقى في وسط الجمهور والشكل العام كان عامل ازاي؟ يعني كلمنا اكتر عن الجمهور، لانه يعني النواحي الفنيه هنتكلم فيها كتير، لكن الجمهور بالنسبه لنا النهارده يعني شابوه الحقيقه، حاجه رائعه جدا. النهارده شيء رائع، يعني رائع جمهور النادي الاهلي صراحه. يعني فاكر لما كنا بنلعب وكنا موجودين في الملعب وبتلاقي الاستاد مليان وجمهور بيتعمل، حاجه زي يعني ريحه زمان كده النهارده زي اللي احنا شفناها في ملعب. بقول لك يا كابتن بدايه من التسخين ومن الاحماء، وجمهور النادي الاهلي متواجد باعداد كبيره جدا، المسانده والدعم للاعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه يعني ما اتقطعتش ولا ثانيه في المباراه، علشان كده يعني الحمد لله النهارده كانت الروح عاليه. ممكن يكون الاداء النهارده الفني او الممتع ما كانش عالي، لكن في المباريات الكبيره اللي زي دي مهم توصل للهدف بتاعك، المهم انك تكسب تاخد 3 نقاط، عشان دي خطوه مهمه جدا، عشان كده دي المباريات الكبيره. فبقول لك النهارده كان دور جمهور النادي الاهلي مهم جدا، ايضا النهارده كان في لعيبه في الملعب النهارده كانت على قدر المسؤوليه وبذلت مجهود كبير، يعني النهارده ديان ما شاء الله يعني رائع في وسط الملعب النهارده، محمد الشناوي وخبراته النهارده كان له دور مهم، علي معلول النهارده لما كنا بنتكلم يعني مقارنه بمباراه بلاتينيوم وقلنا كان لازم ده ليه دور دفاعي ويقف النهارده، قام بالدور ده على اكمل وجه، ومروان مش اتبذل مجهود كبير. انا مش عايز انسى حد من اللعيبه، لكن ما شاء الله يعني كل اللعيبه النهارده بذلت مجهود كبير، لكن يعني يتبقى لسه الخطوه النهائيه ان شاء الله، دي يعني يكونوا يعني يستعدوا لها استعداد كويس مع فاينل ان شاء الله، ويقدروا يفرحوا جمهور النادي الاهلي خلال المباراه خلال السودان ان شاء الله. الجمهور كان خارج مبسوط يا اسامه بعد المباراه؟ مبسوط جدا طبعا، يعني مبسوط مكسب قدام فريق محترم، زي ما بقول لك النهارده يعني كان ليهم عامل مهم جدا يا كابتن اسلام، يعني صراحه لو اتكلمت من هنا لبكره يعني عن دور جمهور النادي الاهلي خاصه في مباراه النجم النهارده، لا في دور مؤثر، كان هو اللاعب رقم واحد في المباراه النهارده، يعني شابوه فعلا جمهور النادي الاهلي. النواحي التنظيميه كانت جيده، الامور كانت جيده، مفيش اي حاجه اعاقت دخول الجمهور الحقيقه للمباراه خالص، من بدري والناس داخله في سهوله في الدخول، انك توصل للكرسي بتاعك، انك تقعد، لا يعني الحمد لله كان يوم جميل من بدايته وحتى لنهايه المباراه، كل الدنيا ميسره والتنظيم على يعني كان رائع النهارده. انا بشكرك جدا يا كابتن اسامه والف مبروك. الله يبارك فيك وتحياتي لضيوفك، وان شاء الله كمان يعني ربنا يتم على خير في مباراه الهلال السودان القادمه ان شاء الله. الف مبروك، ربنا يخليك يا كابتن اسامه. يعني